معانا طبعا احد نجمات فريق النادي الاهلي كابتن نهله سامح. مبروك النهارده الفوز، بطوله مهمه زي ما بنقول. النهارده كمان كان لكم ظهور مميز جدا، حابه تقولي ايه بعد التتويج بالبطوله 19؟ الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ان احنا قدرنا ننهي المباراه لصالحنا الحمد لله 3-0. الحمد لله طبعا فريق المجمع فريق قوي دايما بينافس على البطوله العربيه. يمكن كنا مضغوطين في الاول بس قدرنا نرجع للمباراه ونسيطر عليها الحمد لله وننهيها 3-0 الحمد لله. لازم بناكد على الجمهور والمفعول السحري ليه بالنسبه لي بصراحه، يمكن ادائك كان رائع من اول يوم في البطوله. رسالتك ليهم ايه بعد التتويج النهارده بالبطوله؟ طبعا بشكرهم جدا، وهم كان لهم دور كبير جدا معانا في اللي احنا قدرنا نوصله ان احنا نفوز بالبطوله. يعتبر هم يعني كانوا بتاثرهم على الفريق المنافس عالي جدا، والحمد لله سهلوا لنا الماتشات واشكرهم واتمنى ان هم يفضلوا معانا ان شاء الله. شكرا لكل زملاتك اللي تحاملوا على نفسهم وكان ليهم اصابات واجهادات كبيره لكن قدرتوا ان انتوا تحققوا البطوله، تحبي تقول لهم ايه؟ طبعا الف مبروك ليهم وبشكرهم طبعا كلهم، وهم دايما رجاله وهيفضلوا رجاله ودايما متعودين ان هم في الاوقات الصعبه بيبانوا الحمد لله. شكرا لك كل الشكر طبعا.